ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية؟ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي. هذا كتاب جيد للإمام ابن القيم، وفيه فوائد عظيمة وبحوث، وفيه بحوث مفيدة في التحذير من السيئات والذنوب وإرشاد إلى التوبة إلى الله عز وجل، وبيان لأضرار المعاصي والمخالفات وما يترتب عليها من العقوبات، وفيه مباحث جيدة عن الشرك وأضراره وأخطاره وأنواعه، وفيه مباحث عظيمة، فهو كتاب جيد. نعم. قصص الأنبياء لابن كثير. لا بأس بذلك، لأن الإمام ابن كثير إمام جليل ومؤلفاته مفيدة، ومن ذلك قصص الأنبياء، وأظنه مأخوذ من كتابه البداية والنهاية مستخلص منها، فعلى الجملة هو كتاب طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.